تنادي جيبوا لي حق اولادي، ام الشهيد تنادي جيبوا لي حق اولادي. تجمع حاشد في ساحة التحرير ببغداد عنوانه الدم العراقي واحد، تشيع الرمزي لشهداء ثورة تشرين منذ انطلاق الثورة في تشرين الأول من العام الماضي. منذ ذلك التاريخ والبنادق التي وجهت إلى صدور المتظاهرين لم تفرق بين معتقداتهم، فالغاية واحدة وهي إسكات صوت المنتفضين ضد من أوصل العراق إلى الهاوية. يعني ما من قليات اللي عندنا هنا أخواننا هم، وما لازم إحنا نقول هذا مسيحي وهذا مسلم، كلنا عراقيين، إحنا أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعه، وإن شاء الله نبقى دمنا واحد وناخذ حقنا من ذولا اللي قتلونا. امتزج الدم ببعضه في ساحات التحرر، والقضية باتت قضية الجميع بلا استثناء. طبعا هي وقفة دعاء على أرواح الشهداء اللي ثلاثة اللي استشهدوا، ثلاثتهم بنفس اليوم، اللي واحد من عندهم مسيحي، واحد من عندهم سني، واحد من عندهم شيعي. طبعا هذا أكبر دليل على توحد الصفوف العراقية وتوحد جميع الديانات والأطياف بهاي الثورة العراقية. سوينا هذا النشاط لأن توحدت الدم العراقي تحت راية سقف العراق فقط لا غير. نظرنا نشاط أنه دعاء ووقفة للدعاء للشهداء الأبرار اللي سقطوا نتيجة هاي الثورة الطاهرة. صنعوا لهم وطنا داخل وطنهم المختطف، وضحوا من أجل تحرير بلدهم، فصارت ساحة التحرير هي الملاذ الآمن لهم كما باقي الساحات. تحرير جمع كل العراقيين، جمع سني شيعي مسيحي صبي يزيدي، كل العراقيين موجودين هنا بالتحرير. التحرير بيتنا الصغير، وإحنا بسبب هذا البيت نريد نسوي الصلاة، نريد نجمع العراقيين بعد أكثر، إيد وحدة نكون. بعد التشيع الرمزي أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح الشهداء بحضور أمهاتهم التي قررن إكمال مسيرة الثورة حتى الإطاحة بقتلة العراقيين. ماكو فرق، كل إحنا واحد جايين نريد وطن. ليش هاي الشباب حرامات؟ منو أحسن من عندهم؟ ليش تدلهم؟ تقبلها ابنك يندل، أختك تندل، أمك تندل، ليش؟ قافلة الشهداء تسير والثورة مستمرة، وما يزيد الثائرين إصراراً على المضي فيها هو إصرار السلطة وميليشياتها على القمع كحل عبثي كما يصفه المتظاهرون لإنهاء ثورتهم.